والآن نعود إلى شأن الوطني. اهتز هدوء مدينة قلعة مكونة على وقع جريمة قتل بشعة في تفاصيلها. الجاني شاب في عقده الثاني قتل شقيقتيه ثم والدته، فيما نجا الشقيق الأصغر الذي اكتشف فعلة الأخ الأكبر وهو الآن رهن الاعتقال. عبد اللطيف بن طالب، ميلودي زينتين. سكان حي أيت بعمران بقلعة مكونة يؤدون صلاة الجنازة على سيدة وابنتيها كن ضحايا جريمة قتل إثر اعتداء شنيع من طرف الابن ذي 25 ربيعا. الجريمة اللي اقترفها الابن يعني جريمة ضد الإنسانية. الجريمة ما غاديش يديرها إنسان اللي هو عادي، يعني الإنسان عنده شي حاجة اللي هي خارق العادة. يعني كيفاش تصور واحد بنادم يقتل أمه ويقتل أخته ويقتل أخته الأخرى؟ الأخ الأصغر للقاتل هو من اكتشف الجريمة حيث لاذ بالفرار أمام هول الواقعة. سكان الحي أصيبوا بالذهول أمام هذه الفاجعة التي هزت مشاعرهم. الدوار كانت معروف بأعراف وتقاليد ومعروف محافظ دوار محافظ. الجريمة واحد عندها واحد الوقعة كبيرة، ماشي بالنسبة للعائلة ديالو ولكن بالنسبة للدوار كاملين. هكذا تحولت عاصمة الورود قلعة مكونة إلى مأتم كبير. الشاب القاتل موضوع الآن رهن الاعتقال في انتظار استكمال التحقيق.